امرأة صالحة عمرها 20 عاما 20 عاما فقط محبة للخير، همها واهتماماتها دعوة زميلاتها، همها بلغ بها ان تكون من فتيات الفردوس، فمنذ ان كانت بالثانوية وبعد ان التحقت بالكلية انضمت الى زميلاتها في المصلى، اصبحت بينهن نحلة طيبة تنتقل بابتسامتها وجمال روحها بين اروقة الكلية. تقول والدتها: عجيبة ابنتي، عجيبة بنيتي، والله كثيرا ما تأتي الى البيت، كثيرا ما تأتي الى البيت حزينة مهمومة، لا تريد حتى الغداء، حتى الغداء اسألها والح عليها ماذا بك، فتقول ودموعها تسبق كلمتها: يا امي لا ادري ماذا اقول، فقد مر علي هذا اليوم بالكلية، مر علي هذا اليوم في كليتي ولم تقبل علي تائبة واحدة، يا له من هم، هذا هو الهم الذي نريد. تقول: لن أنسى تلك الليلة، حيث لا أعلم ما الذي أيقظني على غير عادتي في الثلث الأخير من الليل، فإذا بي أسمع همسا في غرفة ابنتي، سمعت همسا فظننت أنها نسيت أن تطفئ جهاز التسجيل، فقد اعتادت ألا تنام إلا على صوت القرآن، لكنني ما إن دخلت حتى وجدتها واقفة قانتة لربها رافعة يديها. كم تأثرت، والله تأثرت، ليس من وقوفها وصلاتها، فهذه هي عادتها، لكن الذي شدني وأثر بي عندما سمعت دعاءها، سمعت ذلك الدعاء الذي أبكاني، فقد كانت تردد وتبكي. أتدرون ماذا كان دعاؤها؟ كانت تردد وتقول: ربي إلهي اجعلني سبب هداية زميلاتي، ربي اجعل سبب هداية زميلاتي وتوبتهن على يدي، يا ربي إن كنت لا أستحق أن أكون من الداعيات في كليتي فلا تؤخر توبتهن بسبب ذنب أذنبته في حقك. تقول والدتها: تمر الأيام، وفي العام الماضي تحديدا في العطلة الصيفية، ونحن على سفر من مدينة إلى مدينة، وفي أثناء الطريق وهي في السيارة في المقعد الخلفي، أخرجت مصحفها الصغير الذي لا يفارقها، وبدأت تقرأ القرآن كعادتها تستغل وقتها. تقول: ويقدر الله عز وجل أن نتعرض لحادث فتنحرف السيارة وتنقلب، انقلبت السيارة فقد جاء وعد الله، أنجانا الله جميعا إلا هي يبحثون عنها فوجدوها ميتة بوجه مبتسم، وهي ممسكة بمصحفها، والدم يسيل على المصحف وهي ممسكة به. تقول والدتها: والله إن المصحف ما يزال إلى الآن عندي أحتفظ به وفيه آثار الدم. هنيئا والله لمن سارت على نهج الصالحات، هنيئا لمن تعلم أن الله معها ويراها، أن الله يراقب خطواتها وسكناتها. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما.